واجبات الصلاة. بسم الله. ثمانية. إيه بسم الله. جميع تكبيرات الإحرام، جميع تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام. جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن. وقول سمع الله لمن حمده للإمام. والمنفرد. والمنفرد. نعم، تقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، يعني دون المأموم. وقول ربنا الحمد. ربنا ولك الحمد للجميع، إمام ومنفرد ومأموم. نعم، قول ربنا لك الحمد للجميع. هذا وقول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم في الركوع. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. في السجود. والتشهد الأخير، والتشهد الأول في الصلاة، والجلوس له. قول رب اغفر لي بين السجدتين. قول رب اغفر لي بين السجدتين. والتشهد الأول. والجلوس له. الجلوس له. أجلس. هذا ما يصلح الحفظ. نعم. ما يذكر عليه. بسم الله. جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. نعم. ثانيا جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. ثانيا أذكار سمع الله لمن حمد. خطأ أن تقول أذكار. لو قلت أذكار هذا كلام باطل عندنا. نعم. وسوف يأتي معنا ليش باطل. نعم. قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، ربنا ولك الحمد للجميع، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول وجلس له. ما يصلح. ها من يقول؟ بسم الله. جميع التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. قول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده للإمام والمؤمن والمنفرد. سبحان ربي العظيم في الركوع. ربنا ولك الحمد للجميع. ربنا ولك الحمد للجميع. سبحان ربي العظيم في الركوع. سبحان ربي الأعلى في السجود. قول رب اغفر لي بين السجدتين. التشهد الأخير. التشهد الأول وال. جلس. ما ينفع هذا الحديث إلا بعد العشاء أشوف معكم إن شاء الله.